كابتن حلمي طولان كان احد اللعيبه المميزه اللي كان زميل ليا في كليه التربيه الرياضيه، وبعدين يمكن انا كنت متقدمه بسنه. السنه دي هو في سنه رابعه انا اتعينت معيد في الكليه، فكنت طبعا زميل ما يكون الواحد معيد واحد مش مشكله دكتور ولا بتاع ولا ده زميل ليا. كنا بنلعب كره خماسي في الملعب الخماسي اللي قدام حمام السباحه، ودايما كنا بنلعب تقسيمات مع بعض سواء في الملعب ده او في الملعب اللي قدام صاله الجمباز، يمكن هو فاكر الكلام ده. وكنا دايما مع بعض اخوه، وكنا كان حلمي من اللعيبه المميزين فعلا اللي انا بعتبرهم من احسن واحرف اللعيبه في مصر يعني. كابتن حلمي كان في عزه وكان بيلعب في نادي الزمالك، وكنا دايما تاني يوم بنتقابل وكان بيحكي على الذكريات بتاعته على الماتش ده، وكنا دايما اذا كان في حاجه وحشه بننقضه، اذا كان حاجه جميله نكلمه عليها. وطبعا الحاجات الجميله للكابتن حلمي كتير جدا، بقول له يا كابتن حلمي انت عملت من امبي حاجه تانيه خالص، كل الناس بتشيد بمجهودك، كل الناس بتشيد بفضلك على الانديه اللي انت مسكتها. وده حاجتين يعني، هو اعتقد ان هو مثبت الاجهزه اللي معاه خصوصا حته اللياقه البدنيه والتحمال والحاجات دي، ودي احد العناصر المميزه في المدرب ان هو لما بيختار جهازه بيختار ناس على كفاءه عاليه جدا. واعتقد ان الدكتور ممدوح اللي هو معاه راجل من الناس المميزين اللي دايما بحسده على وجود ممدوح معاه. وانا شايف ان الكابتن حلمي طولان يرقى الى انه يمسك منتخبات كبيره مش نادي انبي بس. وكل اللي بقوله له ان انا بدعي له وبقول له تمنياتي لك ان شاء الله بمستقبل كبير جدا في عالم التدريب. طبعا تعليقك ايه على الدكتور عمرو بن استاذي بقى الدكتور عمرو هو استاذنا احنا كمان زميلي. لكن استاذي وانا بقدره جدا جدا وصديق عزيز جدا عليا يعني.